يتحمل موسيماني مدرب الأهلي هزيمة الأهلي في هذه المباراة؟ أنا ما بقول ما بحمله موسيماني، نعم صح؟ هما أصلاً لابد من خسران. أكيد أنا بحمله لشنو؟ التكتيك والقراءة السليمة. القراءة السليمة للرجراجي، الرجراجي قرا الأهلي قراءة سليمة، الأهلي لعب أصلاً بطريقة لعبه اللي هو قاعد يلعب بيها. جميل. أوكي؟ وبأسلوبه اللي أصلاً قاعد يحقق به الإنجازات. نعم. الأهلي يعني ثالث كأس العالم، بطل الأندية الأفريقية كعدة مرات في السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. الأهلي ما هو بيمن نفسه موسيمياني ده بيمنه. نفسه أوكي؟ لكن وليد الرجراجي كان قاري الأهلي تماماً ومذاكره وقرا شريط. شوف شوف أنت شوف يعني الهدف الثاني بالمناسبة، الهدف الثاني بتاع الأهلي بتاع الوداد يمكن صورة بالكربون من الهدف الثاني، مع اختلاف عدد من بعض التفاصيل من هدف السماني. سماني في الأهلي. في الأهلي. يعني اللي جاب الهدف الرقم 7 ده أصلاً هو طرف يسار. مرتجنات. جرى بنفس الطريقة بين المدافعين الاثنين وانضربت. نعم. انضربت في ظهر المدافع وبنفس الطريقة. هدف بنفس الطريقه، فهو قاري عارف زي ما قال محمد قبيلك انه في ازمه طوال عدم وجود بنون، معناته في عمق، في ازمه في عمق الدفاع الاهلاوي. اضرب الكوره بين المدافعين الاثنين وثاني تعال اي مهاجم او اي لاعب يجي مندفع من العمق بخط نفسه، يا في مواجهه صريحه مع حراسه المرمى يا حتى في المرمى هدف بالضبط كده.